صفة الوضوء. نعم. يوضع الدرارك هنا تماماً من أجله. ينوي بقلبه. بلبو يسبع. يسمي يقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم العاد. يغسل الكفين. قلت مدافع تنيات بعد. استحبابا. ما تقول وقت وجدنا. إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء. نجرب مستحب من لو حد زنبور لا تنيا سو تنيا ولا تنسى سو قل كوها يتنك وضل ميارك سو من تتبع النبت شو استقذي كوها كمسوق مستفيد يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى كوها تنكر ليزنا ودها درقوا يبوان بو بجوتشو يدخل الماء في فيه تاتوت وها يسقبان وبافو ويسحب الماء بمنخريه ودافن جاولي سنه ثم يدير الماء في فيه دافن جاولي أزواج وراءه يمج الماء من فيه دافن جاولي أسطانه ويستنثر بأن هواء يخرج الهواء مع استعمال اليد اليسرى ينفق بقرات جوب علي ثم بعد هذا يغسل الوجه في طريقه لا تتكلم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا برزمات كات أقول مباكايا واستديم مباكايا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا هو الوجه تحصل به المواجهة استجروا درس لأتره يفيت لكوه مع ما استرسل من اللحية مرة أو مرتين أو 3 مرات عندك زيوي ولدك زيوي ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين لا يكفي غسل الكفين الأول هنا غسل فرض لابد أن يغسل كامل اليد من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين ولا يغسل العضد نعم استمتع الرشا ودراس ايهم بتشاون جمعت اي ملكته اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح لا يغسل الرأس صابر متابة سنة الدبات هاي التأثير يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه كراس بستفت جمرو استمتع الرشا ودراس يقوازها ثم يعود مرة أخرى يمل سؤال اللي حرقوا يعبسوا يمل سؤال ويدخل سباحتيه النبيهن تعطوتش اللي أسقبها جرو في صماخي أذنيه جرو قدادا ويمسح بالإبهام ظاهرهما بأورا تعطوتش يجرون هن وطش ما عبس ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين أن يجرون استقرت لكم عذاب النبات ثم اليسرى مع الكعبين ثم يستحب أن يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النبي الوضوء